بهية وماهر. لم تستورد قصتهما من الأساطير، فبكل بساطة وعفوية أحبا بعضهما وعاشا حياتهما وأنجبا طفليهما وقررا أن يصلا إلى أهدافهما، حتى انفرد ماهر وقرر الذهاب هذه المرة وحده. كان عنا شيء يمكن أقوى من الحب، يعني لما نحكي كلمة حب كان في عنا نوع من الصداقة والألفة والعشرة، كان في عنا هدف أكبر إنه نضل مع بعض لآخر يوم حياتنا ولما بعد الحياة. النظرة الأخيرة اللي تركنا فيها ماهر كانت مليانة سعادة وكانت مليانة حب، وكأنه واثق بإنه رح نرجع نلتقي، وكأنه مش رايح عملية، يعني بالعكس كنت حاسة إنه لو بدنا نقول على نظرة عيونه كان فيها لمعة الحب وكان فيها لمعة السعادة كأنه رايح رحلة. في أواخر عام 2014 وبالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى، أخذ ماهر الهشلمون قراره وهم سريعا بتنفيذ عملياته عند مفترق عصيون شمال محافظة الخليل. كان يقول أنا مستحيل أتحرك لوحدي لأنه أنا مش معني أني أترك وراي وأرجع للسجن، خاصة أنه كان من السجن الأولى طالع بذكريات سيئة كتير، ولكن شعر بأنه الوقت إيش بدي أضل أفكر بالأنا هاي بالأفكار الشخصية هاي، لازم أتحرك لأنه أنا بدي بدور على كرامة، بدور على مسؤولية تجاه هذا الوطن، بدور على مسؤولية تجاه المسجد الأقصى اللي كل يوم يقتحم. يقولون إن البعد جفاء، حتى خالف القول قائل جديد أثبت أن البعد بالفلسطيني حب ووفاء. فمن وصل إلى ذروة استقراره العائلي وصار في طريق أحلامه، قرر بلحظة واحدة أن يحزم أمتعته ويغادر، ليس إلى مكان قريب بل إلى حياة جديدة. بالنسبة لنا إحنا زوجات الأسرة الموضوع موضوع مبدأ، لو إحنا بنتكلم عن موضوع حب وحياة زوجية عادية وطبيعية كانت لإيش زوجة أسير ظلت متعلقة بهذا الزوج وبهذا الأسير، لأنها بتكون بتدور على دنيا وحياة طبيعية وكذا، ولكن إحنا زي ما حكيت لك بنمشي ورا مبدأ، ورا فكرة طريق صحيح، هذا الشخص أنا لما بدي أتركه أنا راح أعمل له زعزعة في الأمل وفي الحياة، راح تنتهي حياته فعلياً، فبما إنه هو اختار هذا الطريق وهذا الطريق طريق بشرف مش طريق تاني، فليش ما يكون لي نصيب فيه؟ تربي بهية أطفالها كما تربي الأمل أيضا، فقد ظلت الزوجة المخلصة، الأم والأب، الصديقة والرفيقة. الاحتلال حكم على زوجها مدى الحياة، لكنها قررت أن تطلق حكما آخر عنوانه الحرية، تقول إن موعده قريب.